هذا المعرض ديال دولاكروا رجع للمغرب بحال تقريبا واحد بيتين سنة. هذا المعرض وهاد اللوحات وهاد الشيء اللي كان صايبو لدولاكروا بحال اللي عاد صايب، هو باقي كيهضر على الألوان على النور نتاع هاد البلاد. أنا فرحان بزاف هاد النهار لأن كان غادي يكون هادو عامين، وهاد البرنامج كيرجع للور مع هاد الشيء اللي كنعيشو لا بانديمي. كي شي حاجة انكرويابل، ما عمرنا ما كنخمو بين ما الدنيا كلها غتحبس، ولكن الحاجة اللي ماشي حتى لهي كتولي حاجة زوينة، وهادي اللي عطانا دابا الفكرة بين ما نقدروش نعيشو بلا ما نقراو الكتب، بلا ما نسمعو الموسيقى، بلا ما نشوفو أفلام، بلا ما نشوفو معارض الفن والنور. دونك هاد العيشة اللي درناها اللي عشنا فيها فيقتنا باش تقولوا كل فن والثقافة مهمة للحياة. مئتين سنة من بعد تقريبا من بعد إنجاز هذه الأعمال، الأعمال أنجزت 1832، 200 سنة إلا 10 هي الفترة التي تفصلنا عن هذه الأعمال التي أنجزت حول المغرب. الآن عودتها إلى المغرب فقع الأمر هي عودة تنجيبل بالبابل ملموسة وأيضا رمزية كما قلتم. هذه العودة نرجو أن تكون عودة حميدة، عودنا والعود أحمد، عودة لمنابع لمنابع التأثير، عودة للمصادر التي أثرت في المخيال الجماعي عند الفنانين الغربيين انطلاقا من مطلع القرن 19 إلى الآن، عودة إلى الأصول. فهذه الأعمال التي شاهدتموها اليوم تؤرخ لي لمسار فنان تأثر بالمغرب وأعجب بالمغرب، وأيضا أعجب بثقافة التعايش التي كانت سائدة في المغرب وسمحت له بالولوج إلى بيوتات مغربية، سمحت له بقضاء مدة جميلة في طنجة، ثم بعد ذلك بمكناس، ثم بعد ذلك مسار الرحلة، عودته بعد أن قام بزيارة أخرى إلى سيفي، ثم عودته مرة أخرى إلى المغرب، وانطلق أخيرا بعد تقريبا أكثر من 6 أشهر من الإقامة في المغرب انطلق ليعود إلى تورون قبل أن يذهب إلى باريس. هذه المدة مكنت دولاكروا من أن يتعرف على جزيئات أو جزئيات من الثقافة المغربية، جزئيات لا يمكن أن يدركها إلا متفحص أو متمكن. لا أظن هنا أننا نتحدث فقط عن اللون أو عن الضوء، ولكننا نتحدث أيضا عن بعض الخصوصيات الثقافية التي أدركها دولاكروا، عن طريقة ركوب الخيل، عن طريقة اللباس، عن بعض العناصر من المشاهد في الحياة اليومية في الثقافة المغربية، عن عثوره على عناصر عتيقة قديمة في الثقافة المغربية كان يبحث عنها الفنانون قبله في الذهاب إلى إيطاليا أو بالذهاب إلى اليونان، هو وجدها في المغرب. كما قلت قبل قليل مجيئه للمغرب سيحور وسيغير من وجهة الفنانين الذين كانوا يذهبون بالقوة لا بالفعل إلى إيطاليا وإلى اليونان، وسيبدأون بعد ذلك في المجيء إلى شمال إفريقيا وإلى المغرب على وجه الخصوص من أجل الوقوف على هذه العناصر التي ستغذي مخياله وملوانه وستجعل منه أيضا سباقا إلى اكتشاف مجموعة من العناصر الحضارية التي صبغت الحضارة المغربية وستؤثر بها في من لحق بعده، لحق به من فنانين بحال ماتيس كاموا إلى غير ذلك من الفنانين الذين جاءوا على خطاه.